السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزه؟ عاملين ايه النهارده بقى يا حبايب قلب؟ الفراخ بتاعتنا هوريها يا حبايب قلبي، بقى لها اكتر من 7 ايام اهو، قلت بقى اوريها لكم واوريكم الفراخ واحنا بنحط لهم الميه والدواء والعلقه يا حبايب قلبي. تعالوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الدفيه اللي انا عاملاها لهم؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه دافيانين وزي الفل. هسيبهم بقى كمان اسبوع واطلعهم بقى ايه، اعمل لهم احطهم بقى في العشه، نفرش العشه بقى بالتبن والمشمع ونطلع بقى الفراخ بقى ونحط لهم اللمبه بره ونطلع الصندوق ده بره. خلاص هي كده ايه، ياخدوا تحدينا فيها 15 يوم كفايه. هطلع بقى الايه كده، احط لهم شويه ميه وشويه دواء. بقى شوية علقة كده يا حبايبي، وانا اجيب بقى الطبلية بتاعتي حبايب قلبي. بقى لاكتر من شهر ما غبستش، قلت بقى ايه هغبس شويه رقاق كده بكره معاكم، برضه اصورهم معاكم يا حبايب قلبي. قلت بقى اغسل الطبلية بتاعتي واغسل المطرحه واغسل البطاطا لان كانت مركونه على السطح والتراب والهواء وكده حبايب قلبي، وعفرت الفراخ البلدي برضه كانت بتعفر. قلت بقى اغسلها بقى، امسكها العكنه كده وانضفها واركنها كده عشان ايه نلبس بقى ان شاء الله بكره بإذن الله. شايفين؟ واحد زي الفل ازاي؟ اركنها بقى على جنب كده في الصف. اغسل المطرحة بتاعتي.
احسن. هسيبهم بالي من نشوف يا حبايب قلبي لغايه بكره ان شاء الله، وانتظروني ان شاء الله بكره في فيديو الغريز يا حبايب قلبي، ومتنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اصلكم كل جديد. يلا سلام.